أنا هدير خالد بلوجر. أكو شيء بعلاقاتك ما مريحني هدير، وانتبهي. يعني أنا أحبك مو ميدي شو أسوي؟ يعني بنية من طالبة جامعة إلى نجمة بالسوشيال ميديا. لهذا الداخلية مصرين يوصلون إلى هو أكو واحد ابن أمه أبوه يقدر يتجرع علي. يقولون عليها طاش. توظيف قتل اثنين مو سهل. ايش معنى هاي القضيه يريدون يوصلون بيها للحقيقه؟ استدعي جميل فورا. كانت تشتغل وياها بالاعلانات، تعرفت على الحاج وضعها تحسن. انا بين نارين، يعني شلون افرح على بريء؟ ترى الدوله ما تحب تسوي مشاكل ويا ابو لبنى. خوي اذا لا تسوين علي، انا اخيك ابو لبنى. الظاهر عندهم واحد هنا تابع لهم، ودا يوصل لهم اخبار المديريه اول باول. يا صديق احنا لازم نستشير محامي، لان كل شيء ما نفتهم بالقانون. لك بابا احنا عايشين ببلد ما بيه قانون. عن القانون اخلي الولد يحرقون الاخضر واليابس. انت ضابط كفو واني اثق بيك. خايفه انه ينكشف الشيء اللي بينا. الله ينتقم من القاتل. يعني تريدني اترك كل شغلي وانتظر مصروفي وهدايا مثل الجهال؟ هاي اول مره تخيب ظني بيك. هاي وحده دايحه. هم دول الناس يريدون اي شيء طاش يحجون بيه. هدير وينها؟ وين المخدرات؟ خلي ولن حبيبي، حبيبتي، هدورتي. كسر قلبي من بعدها، حسيت نفسي ما راح انجح باي تجربه حب. سلوان لازم يتغير، سلوان القديم لازم يموت. يقولون عندها حب جديد ما ادري قديم. لكفته للولد. بس هديرنا نظيفه، مو هانت على مود تبقى نظيفه.